لم تطل عمليات التهريب النفط ومنتجاته فحسب، بل تتوسع بشكل يومي في العراق لتشمل عدداً كبيراً من القطاعات الأخرى. فالمنتجات الحيوانية على سبيل المثال كالدجاج ولحوم الأبقار ومنتجاتهما عادة ما تحقق الاكتفاء الذاتي في العراق، والأسماك كذلك. لكن المنتجين يعانون على الدوام من عمليات تهريب منتجات منتهية الصلاحية تدخل العراق بعنوان منتج وطني بعد إعادة تغليفها من جديد، والأمر ينسحب على كل ما ينتج أو يصنع داخل العراق. هذه العمليات يقول متابعون إنها مستمرة بشكل يومي، وتدخل من منافذ غير شرعية بتعاون بعض المتنفذين، فتباع بأسعار أقل بكثير من أسعار المنتج الوطني، وهذا ما يضع المنتجين العراقيين والمصانع العراقية في دائرة الخسائر على الدوام، دون أن تستطيع الحكومة أن تضع حلاً لهذه العمليات. في المقابل المواطن عادة ما يجهل هذه العمليات، فهو يرى ماركة ما مكتوباً عليها صنع في العراق، وهو لا يعلم أنها مهربة ومنتهية الصلاحية. فالمختصون يؤكدون على الدوام أن تفشي الأمراض في العراق بعد العام 2003 يعود إلى ضعف جهاز التقييس والسيطرة النوعية وضعف أجهزة الدولة الرقابية المسؤولة على الأمن الغذائي للناس، فضلاً عن صحتهم. لبرنامج دينا على الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد.